عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فيت فطوم. معايا أنا فاطمة الجاوي. إذا كانت المرة هذه أول مرة تشوفوني فيها فروحوا وشوفوا البرومو عشان تعرفوا إيش الحكاية، ولا تنسوا تشاركوني تحدياتكم على الهاشتاجات سواء على تويتر أو على إنستغرام الموجودة تحت في صندوق الوصف. ترى لساتنا ثالث شهر في 2018، يعني اللي ما لحق ترى لسه تقدروا تلحقوا. زي ما قلت لكم قبل كده، في آخر كل شهر راح ناخد بريك من الرياضة ونتعلم أشياء متعلقة بالورك آوت والفتنس. راح أكمل معكم في هذه الحلقة سلسلة ملابس الورك آوت أو الفتنس، وراح أتكلم اليوم عن الورك آوت ليجينج اللي مرة متحمست له لدرجة مخليته قبل حلقة التوبس اللي حتكون إن شاء الله بإذن الله الشهر الجاي. أوعدكم. نجي للموديل أو القصة. رقم واحد اللي ضروري تركزي عليه في عالم الورك أوت ليجينج اللي هو الويست لاين، وكل ما كان عريض كل ما كان أحسن، وإذا فيه رباط من جوا أحسن وأحسن. اتجنب الإلاستيك باند لعدة أسباب، من ضمنها تدوب وتتوسع وتتمطمط مع الحرارة، ثانيا تزعجك جدا خلال التمارين لأن كل شوية تضطري ترفعي أو إنك تقلبيها. ثانيا طول الليجينج، أفضل شيء من تجربتي الشخصية الميدي لينث، وخصوصا إذا كان عندي ليج داي وألبس ستراب. وكمان إذا وسعت عليك البناطيل في فترة قصيرة فما تعرقلك وتضطري كل شوية تثني وتثني وتثني فيها. ثالثا الجيب، ضروري يكون في جيب، وخصوصا اذا كنت من الناس اللي يستخدموا الجوال او يسمعوا الميوزك خلال وقت التمارين. افضل الجيوب الجانبية وليست الامامية او الخلفية، لانه عادة الامامية او الخلفية يجي مساحتها صغيرة وانت تحتاج المساحة عشان تدخلي فيها الجوال اقل شيء، وايضا تجي ما هي مريحة. ونظرا لاختلاف الماتيريال المصنوع منها الليجن فانه المقاس ممكن يزيد وممكن ينقص، عشان كده اقول لك روحي المحل وجربي بنفسك. كل ماركة تختلف عن الثانية في المقاسات، انا مثلا ممكن الاقي مقاسي في ماركة سمول وفي ماركة ثانية يكون ميديوم. اذا كنت محتارة ما بين السمول والميديوم خلينا نقول اختاري المقاس الاصغر. ليش؟ اللي كانوا مركزين معايا الشهر اللي فات يقدروا يقولوا ليش. ايوة برافو عليكم، لانه من الطبيعي جدا اذا بتروحي الجيم فانك راح تخسري من كتلتك الدهنيه الشيء اللي يوسع الملابس عليك. عشان كذا اقول ضروري تجربي الليجينج قبل انك تشتريه، او انكم تجربوا السيمليس موديل اللي يكون كله قطعه واحده وبدون خياطه. انا صراحه ما جربته، بس سمعت عنه وقريت عنه وشفته ويقولوا انه مريح. الا جربتها تكتبوا لي تحت في الكومنتات عن تجربتكم. ثالثا زي ما ذكرت لكم في حلقة الشهر اللي فات، افضل الماتيريال الى الان هي الفول ماكس، وبعدها البوليستر، وبعدها الالستين، وابغاكم تتجنبوا القطن لانه زي ما قلت ما يتحمل الحرارة حقت الغسيل ويدوب بسرعة. ابغاك ايضا تتجنبي الماتيريال الا كأنها تبان شفافة، وخصوصا لما تسوي سكوات لانه المنظر بيبقى منظر استغفر الله العظيم استغفر. ايضا ابغاك تتجنب الاقمشة اللي تزحلق لانه ما راح ترتاحي فيها على اي ماكينة، شوية فوق شوية تحت شوية فوق شوية تحت. والله بتمرجح فيه ومرتاح. واخيرا بنات بقول لكم لا هذا ولا هذا، ما هي ملابس جيم، هذه ترينكات. وعادة اذا شفتي ناس في الجيم لابسين هذه الملابس يكونوا عرقانين عرق مو طبيعي، ترى مو من الورك اوت بس الماتيريال مرة ثقيلة، حتى مشيتهم تحسيها ما هي مريحة ابدا ابدا ابدا. ضروري تغيري ملابس الجيم كل سنة مرة واحدة على الأقل، لأنه زي ما قلت لكم الغسيل يهلكها، وأيضا الحرارة، وكمان أنت تحتاجي ملابس جديدة زي ما قلت مقاس جسمك بيصغر. إلى هنا وأكون وصلت معكم لنهاية الحلقة. إذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا تشاركوا الحلقة مع صحباتكم البنات عشان يستفيدوا زيكم وتحمسوا بعض مرة واحدة. لا تنسوا تشتركوا في القناة وتضغطوا زر الجرس عشان تجيكم التنبيهات بالحلقات الجاية. تابعوني على سناب شات وتويتر وإنستغرام. أشوفكم في الحلقة الجاية ومع تحديات جديدة. سلام.